تعالوا بقى نروح للنادي الاهلي وتحديدا فرع الجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه نورهان طمان اللي هتعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، وصباح الخير على كل مشاهدي طبعا قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا كريم من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، زي ما عودناكم نطلعكم على ابرز واهم الاخبار اللي بتخص النادي. ويمكن طبعا احنا بنحب طول الوقت نعرفكم الاجواء في الساعات الاولى من صباح اليوم. ابواب النادي اتفتحت للاعضاء، ويمكن طبعا احنا بنشوف طول الوقت انه الاعضاء بيحبوا يعني يمكن يجوا يتناولوا فطارهم هنا والساعات الأولى من صباح اليوم داخل النادي، خصوصا أنه يمكن الأجواء أو الجو يمكن أفضل شوية من الأيام اللي فاتت، وإن شاء الله نتوقع انخفاض أكبر في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. يمكن على صعيد الألعاب كلها في بعض الهدوء في طبعا النادي هنا بعد انتهاء موسم شاق وطويل ومليء بالإنجازات زي ما شفنا على جميع الأصعدة، سواء على صعيد كرة القدم أو على صعيد ألعاب الصالات. ولكن خلينا أقول لكم أنه يمكن الفريق الأول لكرة القدم أو نفكركم إنه إن شاء الله هيعود لتدريباته يوم 24 من الشهر الجاري، قبل طبعا هنا في طبعا ملعب مختار التتش قبل خوضه للمعسكر إن شاء الله المتوقع بإذن الله يوم 28 من الشهر الجاري، والذي لم يتحدد حتى الآن مكانه. طبعا المعسكر هيكون لحد يوم 7 من الشهر طبعا المقبل. كمان خلينا أقول لكم إنه مستر كولر بيتابع بشكل كبير جدا وباتصالات هاتفية كتيرة جدا مع كابتن سامي قمصان على آخر مستجدات المعسكر، وطبعا بيكون يعني لسه بنشوف مناقشات، وطبعا الجهاز الفني لسه ما حددش هيكون المعسكر فين بالظبط في الايام القادمه. كمان خلينا اقول لكم يمكن على الصعيد الطبي للاعبين في ثلاثي اقترب بشكل كبير من ان هو يكون جاهز بشكل كامل لان شاء الله لخوض مباريات الموسم القادم، طبعا على راسهم امام عاشور وعمر السليه واكرم توفيق، بينما لسه يمكن ما تحددش بشكل كبير طبعا يعني الامر الطبي للاعبين كل من كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر ابراهيم. كمان خليني اقول لكم انه يمكن طبعا احنا بنتابع على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير اللاعبين، شفنا العديد من اللاعبين بيقضوا اجازاتهم في العالمين، منهم طبعا محمود كهربا وقفشة ومحمد شريف، يمكن مهرجان العالمين طبعا هو قبلة السياحة في الفترة الحالية في مصر، والحقيقة ان احنا شايفين مهرجان مشرف وطبعا ان شاء الله يؤتي بثماره على السياحة والاقتصاد المصري في الايام المقبلة. اما بقى خلينا نروح لطبعا الالعاب الاخرى، فيمكن طبعا رجال اليد بيوصلوا استعداداتهم للموسم الجديد في معسكر بسلوفانيا، وان شاء الله هيخوضوا بطولة كأس الابطال الدولية في الايام المقبلة بعد انتهاء المعسكر. اما بقى على صعيد الكرة الطائرة، ف يعني منتخب الناشئين اللي بيضم ضمن صفوفه عدد من لاعبي النادي الاهلي اليوم النهارده هيواجه في دور ال 16 مباراة مهمة امام كولومبيا، وان شاء الله يعني يمكن في بطولة العالم طبعا نتمنى التوفيق لمنتخب مصر للكرة الطائرة تحت 19 سنة. ايضا كرة اليد للناشئين هيكون امامه مباراة هامة امام اسبانيا ان شاء الله بعد ما ضمن صعوده لدور ربع النهائي بعد فوزه على البرازيل. منتخب اليد ايضا بيضم ضمن صفوفه عدد من لاعبي طبعا النادي الاهلي. كمان خليني اقول لكم بقى على صعيد يمكن العمل الاداري داخل النادي الاهلي، استمرار لطبعا المقابلات الشخصيه الاونلاين لراغبي الالتحاق بعضويه النادي الاهلي سواء فرع طبعا القاهره الجديده او فرع الشيخ زايد. ويمكن كان في تصريح للسيد طبعا محمد غزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وقال ان احنا متواصلين، وطبعا عضو اللجنة متواصلين في استقبال العدد كبير جدا من الراغبين في طبعا الالتحاق والانضمام لعائلة النادي الأهلي سواء عن طريق فرع الشيخ زايد أو عن طريق القاهرة الجديدة. ويمكن طبعا القاهرة الجديدة زي ما احنا شفنا صرح كبير جدا، وشفنا في الافتتاح قد ايه المقر الناس طبعا مبهورة بيه ومبهورة بالإنشاءات ومبهورة يمكن بالفترة الزمنية اللي قدر مجلس إدارة النادي الأهلي ان هو ينفذ فيها هذا المشروع الضخم والعملاق. يمكن كمان خلينا اقول لكم انه الاتجاه ل يعني استقبال العضويات اونلاين ده طبعا تماشيا مع لغه العصر وتماشيا مع يمكن الفتره اللي احنا بنشهدها وبنشهد طبعا تطور تكنولوجي كبير. فكره انه حد يروح علشان يعمل مقابله ممكن يكون ده مش متاح قوي لبعض الناس او الناس كتير عندها اشغال كتير، ويمكن في ناس كتير كمان ايضا بتبقى مسافره في الفتره الحاليه وعايزين يلحقوا ينضموا لعائله النادي الاهلي، وبالتالي يمكن طبعا في
اشاده كبيره جدا من قبل الجماهير بطبعا اتخاذ خطوه استقبال عضويه الناس في طبعا عن طريق ان اونلاين. اما بقى لجنه المراه في النادي الاهلي ففي نشاط ملحوظ كبير جدا لهذه اللجنه. يمكن شفنا امبارح ندوه يعني جابت اصداء كبيره جدا لدكتور حسام موافي واللي طبعا اتكلم فيها عن امور طبيه كتير جدا. يمكن طبعا دور الاهتمام بالرياضه على طبعا مستوى الصحه وازاي بتاثر على يعني يمكن الشباب والفتيات وكل الاعمار السنيه واتكلم طبعا بشكل موسع وبشكل طبي. اما اليوم فلجنه المراه ايضا يمكن طبعا بتستضيف النجم الكبير محمد صبحي في التاسعه مساء اليوم هنا في مقر النادي وهيتكلم طبعا استاذ محمد صبحي والفنان الكبير محمد صبحي عن دور الفن في الحياه وتاثيره يمكن في المجتمع ان شاء الله باذن الله. يعني وقت سعيد لاعضاء النادي الاهلي هنا في ندوه اليوم للفنان محمد صبحي. شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر على هذه التغطيه الوافيه كالمعتاد زميلتنا العزيزه نورهان طمان. شكرا جزيلا. شكرا لك يا نورهان على هذه التغطيه.